أما هلأ رشا ننتقل لعالم الطفل والطفولة. دائما نحب نسلط الضوء على كثير من التفاصيل المعنية بعالم الطفل والطفولة وخاصة بعلم النفس. اليوم عم نشوف كثير يمكن قصص ما كنا نشوفها بأعمارنا سابقا، ما كانت قيم على وعادات وعادات غريبة. أنا كانت وغربية. على دوري خلص. لا كثير صغار لأنه ما كانت سابقا، يعني صحيح. اليوم بنشوف الطفل بده يحتفل بكثير تفاصيل ما كنا نشوفها أيامنا. نحن كان في عنا مثلا شاشة التلفزيون نحضر تي في لمدة ساعتين، هلأ لا، في الهالوين، في أعياد يمكن أول مرة بنسمع في فيها، عادات جديدة، في زي بنقي الطفل كرمال يحضر مهووس فيه، صحيح. فخلينا نحكي عن هي العادات الغربية والغريبة اللي هي حديثة بمجتمعاتنا مع الاستشارية الاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك. بيسعد صباحك. صباح الخير رندا. صباح النور. انت مع او ضد اول شيء هدول العادات قبل ما نفوت بالسؤال الرئيسي؟ هلا انا بحب دائما يكون في توازن بهذا الموضوع، مع انه نحتفل ونعمل اي شيء ممكن يعمل سعاده للطفل، ولكن بتوازن معين ونضل محافظين على اكبر قدر من قناعاتنا. طيب خلينا نحكي عن اهم العادات واهم هدول الاشياء الغريبه اللي صاروا مثل ما قلنا بالمقدمه انه صاروا داخلين على مجتمعنا وصاروا يعني انه بشكل عام يعني شوي ثاني نحن حنعمله شو نور؟ لا انا يعني هدول الاعياد والحفلات انا بحس بينعكس الطفل حسب بيئته وعائلته وقديش عيلته مهووسه بالتفاصيل، بتحسي كوبي بيعمل نفس التفاصيل هو تماما حسب اهتمام البيت. الطفل بيصير عنده نفس الاهتمامات. مجتمعك اليوم كمان كيف عم ينشر هاي الثقافة تماماً يعني بالنهاية؟ فهي يعني الأسرة تماماً أو العيلة البيت دائماً هو كمان بتأثر قناعاته وبتتأثر أولوياته بالمحيط اللي قاعد فيه، فهو بيصير هي حلقة مرتبطة ببعضها. تنفرد فكرة على المجتمع ممكن تكون غربية بتبلش بقى بتنتشر بين العيال ومنها بتنتقل للأطفال، بتصير في ترتيب أولويات بتختلف بين عائلة والتانية. وكيف بقى نحن كأم وأب كيف فينا نحافظ على شيء من قناعاتنا صحيح. من طفولتنا بدنا نحاول نخليه موجود عند أطفالنا. خلينا نحكي عن هي الجزئية، كيف تمام. خلينا هي العادات يمكن فينا نقول التقاليد اللي هي حديثة على مجتمعنا، كيف فينا نعمل حالة توازن يعني للطفل؟ يعني ممكن البيئة بتلعب دور الحاضنة قلنا العيلة، بس أحيانا كمان بتشوفي مثلا أنا من خلال بنتي مثلا بتروح على السكول وبترجع بتقلك مثلا أنه أنا بدي مثل رفيقي، يعني حتى تماما. مش عيلة، رفقاتها، المحيط، المجتمع، أنه أنا بحب سبايدر مان لأنه رفيقي ليسوا بحب سبايدر مان، بس هي ما تمام. فهي حتى هدول القصص كلياتها بتدخل بتنشئة الطفل وفكره. تماماً، خصوصي بموضوع الكرتونز والشخصيات صحيح. سابقاً كنا نحن مثل ما ذكرت نقعد ساعة أو مكسيموم على برنامج التلفزيون تماماً وكنا متقيدين كل المحيط بيحضر بنفس الفترة نفس البرنامج فلما الأطفال بيقعدوا مع بعضهم عندهم شيء مشترك يحكوا عليه اللي هو يحضروا. هلأ باختلاف الأوقات باختلاف الاهتمامات باختلاف الظروف المادية صار الأطفال عم تختلف بين بعضها بشو صحيح. بتحضر وشو ما بتحضر، شو الشخصيات اللي عم تتعلق فيها صحيح. أو لا. فمثلاً نحن كنا عم نحكي على مثال الأعياد اللي هلأ العيد، خلينا نعطي أمثلة أنا يعني ركز على هاي النقطة شوي. هالوين مثلاً فهو فكرة غربية ما لها موجودة عندنا أساساً، ولكن نحن حبينا كأسر أنه بيطلع ابني كتير مهضوم إذا لبسته لبس تنكر معين أو شيء. هلأ هون بيختلف بين الطفل الصغير وبين المراهق. لما أنت بدك تشرحي هاي الفكرة هي ما عليه تكون حفلة تنكرية بسيطة مثل ما ذكرتي، ممكن تلبس برينسس، ممكن تلبس شيء اللي بتحبه، حيوان لطيف شيء. فهذا أنت ما طلعتي عن دائرة أفكارك ومعتقداتك أو طفولة بالنهاية تماماً، ضليتي ضمن نطاق الطفولة وبنفس الوقت عطيتيها شيء مواكب للمجتمع والانفتاح اللي نحن فيه. في الشق الثاني اللي نحن لازم نبعد عنه هي فكرة الدم والأسى والمشاكل اللي عم تكون، كيف نحن بدنا نخوف بعض، هي فكرة الخوف بهذا الطقس. الطقس هو أشكال مرعبة تماما صحيح. هون يمكن السيطرة والكنترول على المراهق بيكون صعب، على الطفل بيكون في سيطرة كاملة عليه. نحن من العمر الصغير فينا نزرع هاي الفكرة لحتى ونشبعها، لحتى لما ينتقل الطفل لفترة المراهقة ما تكون عنده أولوية أو يكون عنده هاي الرغبة، لأنه
يصير اني انا خوف حدا او انا اعمل شيء بخوف فهو متعائلي. بالعكس نحن نبعد عن هذا الشق بطريقه لطيفه وما تكون كثير حازمه او جافه. رندا حكيتي نقطة كتير مهمة، ولكن نحن اليوم بحاجة للتعريف أيضاً، نعرف أطفالنا وشبابنا بهي العادات، لأنه هي هيك هيك، وخاصة ضمن السوشيال ميديا أنه المعنى بحاجة اليوم أنت تيجي كأم تحكي لهم عن هذا العيد. صحيح. يعني خاصة اللي بإيده موبايل قادر أنه يدخل ويشوف كذا. بس مثل ما حكيتي نقطة حلو التوازن، يعني نحن نعرف بالقصة ولكن يكون في ضوابط وحدود. خلينا نحكي عن شيء سلبي، عن التأثير السلبي وخاصة عند الأطفال وقت اللي بيروحوا لهذا الطقس أو لهذا، إن كان هذا العيد أو غيره. يعني عم نحكي بشكل عام عن عادات وتقاليد غربية ممكن يكون لها تأثير سلبي وخاصة على الأطفال. تماما، خصوصي بالعمر الصغير هو بيكون فكرة انه هو خايف ما له مبرر له. صح. وان كان على وعي معين فهو حيكون عنده شعور بالمتعة انه انا عملت شيء عم خوف حدا فيه. فهون انا ما عدت رجعت لفكرة كيف انا كون ثقتي بنفسي عالية دون ما اذي حدا او بدون ما ازعج حدا او بدون ما اكون قادر سيطر على حدا. بالعكس أنا تكون ثقتي بنفسي بدرجة مقبولة وجيدة مناسبة لإمكانياتي بعيداً عن هذا الزي اللي أنا متنكر وراء. صحيح. بنفس الوقت لما بيكون ما له مفسر له أنه أنا ليه قاعد بهذا الجو أو ليه الناس مثلاً أو ليه هذا متغير شكله أو لابس هالتياب أو شيء، فهاد كمان بيعمل له خوف هو ما له مبرر له، هو بس قاعد بجو ما له مرتاح، ما له مفسر له هو ليه ما له مرتاح. كمان هذا بيعطي خوف، بيعطي بصير دائما في اشياء غير مبرره له، هذا الشعور انه انا ما بقدر بادر او انا ممكن اي شيء ممكن يخوفني. نحن بغنى عن انه نحط اطفالنا فيه، خليه يكون موجود ولكن بتوازن مثل ما ذكرنا، يكون قدرانين تماما وقت اللي يروح ولابس هذا التوازن. كيف هي تخلقه؟ يعني لما انا يعني هلا مثلا نحن بنحاول قد ما فينا نعمل هذا التوازن والضوابط، بس كثير بنسمع قصص مثلا للاسف على السوشيال ميديا بتقول لك انا عيني على ابني وابن ابن مثال وكذا، شفنا ترندات التيك توك وهدول القصص، قديش يمكن اشخاص عاديين اولاد كثير بيسمعوا الكلمه وضابطين، صار معهم احداث كثير مخيفه ومرعبه. كيف فيني انا احقق هذا التوازن؟ يمكن هذا بيشغل بال كل الامهات اليوم، قديش تحس بحاله تانيب الضمير انه فعليا انا اشتغلت اللي قدراني عليه، فعليا انا كنت معه، فعليا قدرت احافظ على هذا التوازن واعطيه لابني، لانه مثل ما قلنا اختلفت التربيه اليوم. تماما. كله شريك بالتربيه، سابقا لا، يعني انا بالنسبه لي من 50 سنه التربيه كانت اسهل، اليوم تماما متعبه جدا اضعاف مضاعفه لانه العالم منفتح، يعني مش فقط انت بالبيت، مسؤوليه الام مسؤوليه الاب، البيئه، المجتمع، المدرسه، العيله، كثير ناس عم تتدخل، حتى التكنولوجيا، الموبايل بيفوت على كل تفاصيل حياتك اليوم. في كان بالفترات الاولى كان حصرا ياخذ التربيه من بيت التيتا، الخاله، العمه، هدول يعني بيكونوا شركاء بالتربيه، فهم اجباري بدهم يكونوا من نفس البيئه، فما حيكون في كثير اشياء دخيله على التربيه. ولكن حاليا عم بيكون في كثير مثل ما ذكرتي كثير اشياء عم تتدخل بالتربيه. لهيك انا قبل ما افكر بمناسبه غربيه ممكن طفلي يتعرض لها، لازم افكر انا شو البيئه المحيطه اللي بدي انقله فيها، شو المدرسه اللي بدي احط ابني فيها اللي هي حتكون رديفه للبيت. هل هي بتشبه بيئتي؟ هل هي بتشبه المحيط اللي انا عايش فيه ولا بعيده تماما؟ كثير مهم، وانا حتى بشوفها اهم من الماده العلميه اللي بتنعطى بقلب المكان، البيئه المشابهه لبيئه المنزل. لما انا بحطه بهيك بيئه كثير بيريح الموضوع، حتى الطفل بيرتاح، ما بقى يشوف في له منافسين باشياء ما لها قيمه، وبنفس الوقت ما بيشوف حاله متميز عن حدا باشياء ما بتعمل له اساسا قيمه او تميز، خصوصي الاشياء الماديه. لهيك انا الفكره الاساسيه لحتى انتقل لفكره هي الافكار تكون موجوده، حط ابني ببيئه مناسبه محيطه رديفه للمنزل تكون بتشبه كثير البيت وتربايتي كأم وأب. كثير انا بعزز له ثقته لما مثلا انا ممكن خليه مثلا اذا بنت تتنكر مثلا برنسس او فراشه او شيء، ما يكون كثير مكلف، يكون انا صنعته انا وياها فيه، تروح مبسوطه والكل يشجع انه واو شو طالع حلو شو، ف
فهذا التعزيز هذا اللي بيعطي الثقة بالنفس، هذا اللي بيعطيها ما تكون متخبية ورا شيء هي مو هي بالأساس. وهون في نقطة كمان في إيجابية، نحن اليوم حكينا عن سلبيات هذا الموضوع وعن القيم الغربية اللي ممكن تدخل حياتنا، هدول التقاليد شو ممكن يعملوا سلبيا، ولكن في إيجابية بالقصة أكيد رندما، يعني في شيء إيجابي اليوم إنك أنت عم تعرفي الطفل ثقافات يعني عم تخليه يكون منفتح على مجتمعات تانية، ولكن مثل ما قلنا ضمن حدود وضوابط من الأهل. رندا بدنا نشكر حضورك لليوم. شكرا لكم. شكرا لك النصائح اللي قدمتيها. شكرا لكم. أهلا وسهلا بحضرتك ضيفتنا العزيزة أكيد الاستشارية الاجتماعية رندا علي ديب، أكيد سعيدين بوجودك. شكرا كثير لك. سعد صباحكم.